اخلصه. اتوبيس المدرسه على وصول. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. مامي وحضرتك اخدنا كلمتين في جنابك من بابي وتيجي تطلعيهم علينا؟ ولد ولازمتها ايه بقى بابي وحضرتك في وسط القاذورات اللي انت بتقولها دي؟ نفسي اعرف انت بتجيب الكلام ده منين. كل الاهالي بيقولوا ببقين دول وهم عارفين كويس قوي انه من التلفزيون، وبعدين ترجعوا تشتموا فينا وفي الجيل بتاعنا وتهددوا بقطع يد. بس خلاص، ما كانوش بقين، ما كانوش كلمتين قلتهم. وبعدين ايه بقين دول؟ انت دلوقتي بقيتي مدموزيل محترمه، ما ينفعش تقولي الكلام البيئه ده. فاين واتيفر. ايوه كده واتيفر. حسسيني ان انا مخلفه مي بتاعت مدرسه اللغات. ده انا دافع عليكي دم قلبي. اتفضلوا سندوتشاتكم اهي، على الله ترجع لي زي كل يوم. انا عايزه سندوتشاتي في عيش سن. عيش ايه يا اختي؟ عيش سن. كل اصحابي اللي في المدرسه بياكلوا بعيش سن عشان بنعمل دايت. دايت؟ لا والله. انا مش عارفه يا ماما انت بتتعبي نفسك ليه اصلا بالسندوتشات دي. بتدينا كل واحد بوكيت ماني ونجيب اللي احنا عايزينه من الكانتين. السندوتشات دي بتلت خلاص. ايوه ماما، احنا عايزين حقنا ناشف. حقكم ناشف؟ جت كسر حقك انت وهي. والكانتين ده في سندوتشات ايه؟ في برجر وفي سوسيس وفي فرايد تشيز وفرنش فرايز. سوسيس وفرايز؟ طيب البوكيت ماني ده يطلع له قد ايه كده؟ متهيألي 50 جنيه كل واحد كفايه. 50 ايه يا اختي؟ خلاص يا مي، امنا برضو لازم نكرمها. 28 جنيه مش معاكي؟ بس يا واد انت وهي اسكتوا خالص. هتاخدوا السندوتشات وفي عيش فينو؟ بلا دلع مرق.